بنتكلم على مشكلات الكلى. احنا طبعا اتكلمنا قبل كده على مشكلات كتير جدا، لكن عندنا مشكلة خطيرة في مريض الكلى اسمها مشكلة العظم. مشكلة العظم في مريض الكلى غريبة جدا. ايه هي؟ ان الكلى احد ادوارها ادوار هرمونية، فمن ضمن ادوارها الهرمونية انها بتفرز هرمونات وبتنظم هرمونات زي الرينين انجيوتنسين سيستم اللي هو بيظبط ضغط الدم. ومن ضمن وظائف الكلى الهرمونية ان هي بتظبط امتصاص الكالسيوم وميتابوليزم الكالسيوم مع الباراثورمون زي الكالسيتونين وغيره. برضو من وظائف الكلى ان لها وظيفة هرمونية تانية خطيرة جدا، انها بتدي حاجة اسمها الاريثروبيوتين هرمون اللي هو بينشط نخاع العظم عشان يعمل كرات دم. اذا وظيفة الكلى مش بس انها اخراج بتخرج البول والمواد السامة، لا ده لها وظيفة هرمونية سكريتوري افرازية. مش بس وظيفة افرازية، ده لها وظيفة كمان ميتابوليزم بتكسر. يعني مثلا عندك هرمونات كتير تفرز في اي حتة بس تتكسر فين؟ في الكلى. زي مين؟ زي هرمون الادرينالين بتاع الغضب. انا زعلان جدا وكمية هرمونات فظيعة، ما كل ده في الاخر لما اهدى لازم يروح يتكسر في الكلى ويخرج مع البول. نفس الكلام في هرمونات الحمل، هرمونات الدورة الشهرية، وانا بكتشف ان الواحد حامل منين؟ ما الهرمونات نازلة في البول. في مشكلة كبيرة في الميتابوليزم بتاعها كمان في هرمونات السكر. ليه بقى؟ لان مفروض لما الانسولين يشتغل يجي بعد فتره خلاص ادى دوره، يبقى لازم يتكسر. مين يكسر انسولين؟ الكلى. طب لو الكلى مش شغاله كويس ما بتكسرش هرمونات، وبالتالي الانسولين يتراكم، وده يدخلنا في مشكله كبيره. ايه المشكله؟ المشكله ان انا مريض سكر وباخد انسولين كل يوم، وبعدين سكري بيوطى. كنت باخد 40 وحده بقيت اخد 20، برضه سكري بيوطى. كل ما اخد انسولين اخش في غيبوبه. ليه؟ لان اللي كان بيكسر الانسولين هي الكلى، والكلى مش شغال. فطبعا لو انا بفهم دلوقتي يعني ايه دور هرموني للكلى، اعرف دور الكلى في موضوع نقص الكالسيوم والعظام. يعني ايه بقى؟ يعني انا هلاقي عندي، انا مريض كلى هلاقي عندي انيميا وهلاقي عندي نقص كالسيوم. الشاطرين بقى الاذكياء ربنا يكرمهم اديله كالسيوم واديله وان الفا كل يوم، كالسيوم وان الفا كده انت حليت له المشكله. لا ده انا ممكن اخشله في متاهه ثانيه. اعملي الباراثورمون. الباراثورمون ده بتاع الغده الجردرقيه. الباراثورمون مع اي مريض كلى هيبقى عالي. هو عالي، مفروض ان الباراثورمون عالي الكالسيوم عالي، لا هو عالي وكالسيوم واطي، يبقى هو مش شغال. يعني عمال يعلى يعلى عشان يزود امتصاصه والكالسيوم مش هيمتصر. ليه؟ لان السلسله الهرمونيه الثانيه ما كملتهاش الكلى. لا ناس ثانيه بقى يقول لك ده المشكله في الباراثورمون، اصل الباراثورمون عالي. فالباراثورمون ايه اللي عالي؟ باراثورمون ايه اللي عالي حضرتك؟ ما هو لازم يعلى عشان يخلي الجسم يمتص كالسيوم. طيب احنا بقى خدنا الكالسيوم وخدنا الوان الفا وبتاع، وعين الوان الفا بيعمل هرش هرش يعني. طيب احنا حلينا العظم؟ لا حلناش. طب انا دلوقتي عايز احل مشكله النقص الكالسيوم دي والعظم اللي بايظ والمفاصل ده، ده الناس عظمها عامل زي البسكوت، هتحلها ازاي؟ يبقى لازم ان انا الشمس ساعه كل يوم، ثلاث بلحات مع الزبادي، بعمله تنشيط للدوره الدمويه من تحت من ركبه لتحت، بعمله تدليك نص ساعه الصبح نص ساعه بالليل بالزيوت من ايه؟ من ركبته لتحت عشان اعمل تنشيط للدوره الدمويه. وايه كمان؟ يبقى الشمس ضروريه لامتصاص الايه؟ لامتصاص الايه؟ الكالسيوم. ما عنديش شمس يبقى لازم لمبه حمراء كده 200 واعرض لها المريض ساعه كل يوم او ساعتين. ليه منوال انفا اكتف فيتامين دي؟ ما مش بينفعش حضرتك. طيب وايه كمان؟ بديله بقى حاجات تزود الجهاز المناعي زي سم النحل مثلا. بديله تدليك بالزيوت، بلفه بالصوف. الصوف بيعمل ايه؟ بيعمل تشارجز، شحنات. الشحنات دي بتزود امتصاص الكالسيوم وتقويله العظم. وايه كمان؟ وبزود له الحركه بالتدريج ان شاء الله فيزيوثيرابي، لان مريض الكلى مشكلته انه قاعد بيغسل يوم وينام يوم بعد ما كان نشط وبعد ما كان بيعرق وبعد كل ده وقع منه. اذا انا دلوقتي قدام مشكله نقص الكالسيوم والام العظام والام المفاصل في مريض الكلى، الدكاتره بتعتبرها نقص كالسيوم، وانا بقول له ده نقص في الدوره الهرمونيه كلها. المشكله مش في الكالسيوم بس، المشكله في الهرمونال بول. يعني عندنا حاجه اسمها الهرمونال بول، دي اللي بيقول عليها ان الهرمونات كلها بتفرز في الدم كانها بركه هرمونيه في بينها توازن وتجانس، ده بيزيد ده بيقل، في حاجه اسمها الفيدباك. في حاجه احنا بقى مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا الراجل ده بعد ما كان نشط قعد، الدوره الهرمونيه اتعطلت، الهرمونات اللي كانت بتكسر في الكلى ما بقاش تتكسر زي الادرينالين والانسولين والكورت والحاجات كل اللي كان بيكسر في الكلى بطل يتكسر، فبقى يتراكم.
خلاص. عندنا هرمونات بتترفع زي الباراثورمون عشان يزود امتصاص الكالسيوم، والكالسيوم ما بيمتصش اصلا. فاذا مهم جدا ان انا ابقى عارف ازاي اعالج مشكله نقص الكالسيوم والعظام والام المفاصل في مريض الكلى. يبقى اهم حاجه عندي الشمس، اهم حاجه عندي 3 بلحات في الزبادي كل يوم، لازم اعمله تنشيط للدوره الدمويه بالتدليك بالزيوت 2-3 في اليوم، كل مره نص ساعه، لازم اديله سم نحل عشان نشاط الدوره الدمويه، لازم الفه بالصوف على الاقل الركبتين والمفاصل عشان اعمل له بوزيتيف تشارجز، لازم ازود له المشي والحركه والتدريج، لازم احط له حنه وقرد وخردل واعمل له دوره دمويه بوزيتيف. يعني اذا ما كنتش انا قادر احركه بقوه ولا اخليه يعمل لي علاج طبيعي ساعه كل يوم، يبقى على الاقل اضمن ان هو عنده دوره دمويه. عنده دوره دمويه هيمتص كالسيوم، ما عندوش دوره دمويه يبقى مش هيمتص كالسيوم. كمان مهم جدا في الكالسيوم ان انا ابقى عارف ان الكالسيوم ده لو امتص كويس خلاص العظم كويس، ما امتصش العظم يدوب. لما العظم يدوب كالسيوم يطلع كالسيوم في الدم او يطلع بره، يعمل لي 3 مصايب، يعمل لي حصوات ستونز وبوظ للعظم بونز والسرز، ويعمل لي قرح كمان في الغشاء المخاطي، يبقى مفيش امعاء. يبقى لابد ان انا اتاكد ان الكالسيوم بيمتص كويس، والا بونز وستونز والسرز. ان شاء الله اشوفكم المره الجايه.